بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا بكتابة ولا رهن، وأتى برهن ثقة. لا بكتابة ولا رهن، وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه ولم يعين. قال: وإلا بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه عينه أم لا، أو علم بإسلامه وعين، عجل الدين لربه في الثلاث صور إن كان موسرا. والدين مما يعجل. إن كان موسرا والدين مما يعجل، إذا فقد شرط من الشروط التي ذكرها، إذا كان المرتهن يعني يعلم بإسلامه واشتراه، أو كان لا يعلم بإسلامه يعني بإسلامه واشترى، سواء كان الرهن معين أو غير معين، أو لا يعلم بإسلامه ولكن كان الرهن معينا، يعني واقع على هذا المملوك بعينه لا غير. فهذه الصورة ثلاثة، يطلب منا أن يأتي بيعجل الدين. قال إيه؟ قال يعجل الدين. وإلا عجل الدين لربه في الثلاث صور. عجل الدين لربه في ثلاث صور. إن كان موسرا. والدين مما يعجل. بطبيعة الحال أمتى يطالب الرهن بتعجيل الدين؟ إذا كان موسرا. إذا كان موسرا ما عنده قدرة على هذا. وأيضا إذا كان الدين مما يعجل، لأن كما هو معلوم الأجل في الدين هو حق من الحقوق، والحق فيه لمن؟ هل هو للمدينة أو للدائن؟ يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان الدين من قرض، القاعدة إذا كان الدين من قرض فالحق في الأجل دائما يكون للمدين، الطرف الضعيف. لماذا؟ لأن الدين مبني على المعروف، والمعروف الحق به هو الطرف الضعيف، لأن أساس القرض هو قائم على الإحسان. فإذا كان الدين من قرض الحق في الأجل دائما للمدين، سواء كان الدين نقد يعني تطلب 1000 دينار إلى شهر مثلا، والمدين استطاع الآن يخلصك، تقول الآن لا أريد، يعني ما عنديش الآن أن نضع المال، وأني مسافر، أو يمكن يسرقوهم مني، أو ممكن في احتمال تغيير العملة، أو في لا يقبل منك عذر. إذا كان الدين من قرض فيجب عليك قبوله، لأن الحق في الأجل في ذلك القرض هو للمدين، هو الطرف الضعيف، لأن الدين والقرض مبني على المعروف، سواء كان الدين نقود وإلا عروض. وإذا كان الدين من بيع، يعني ليس من قرض، مش من سلف، دين بيع، فإن كان نقدا فأيضا الحق فيه للمدين، الحق فيه للدائن، الحق فيه لمن عليه الدين، يعني الحق فيه لمن عليه الدين المدين. إذا كان نقدا فالحق فيه أيضا مثل دين القرض، إذا عجله يجب على الدائن قبوله، وإذا كان سلعة فلا يجب عليه القبول. تطلب من شخص قمح، شعير، حيوانات، أثاث، يعني عروض ليست نقودا إلى أجل بسبب بيع، مثل السلم ومثل غيره، يعني تشتري شيء إلى أجل وفي ذمته إلى أجل، فأراد أن يعجله لك قبل الأجل، فهل يجب عليه قبوله؟ لا يجب عليه قبوله من غير رضاك. هذا هو السر، كأنه قال: وكان الدين مما يعجل، مما يجب على من
هو من يطلبه ودائنه يجب عليه قبوله، إن كان مما يجب على الدين قبوله، أما إذا كان الدين لا يجب على الراهن هنا على المرتهن قبوله، إذا كان الدين لا يجب على المرتهن قبوله لأن الدين هو المرتهن في الحالة بمعنى، فلا يجب تعجيل الرهن. هذا هو اللي قيل لذكره، وكان الدين مما يعجل بأن كان عينا أو عرضا من قرض، عينا أو عرضا من قرض، من قرض يعني دين العرض مطلقا من بين أو من قرض، ودين أو عرضا من قرض، أو عرضا من قرض لا من بين يعني. فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا. لا يخير، كان يقبل لأن الحق اللي هو كان يقبل تعجيل الدين، يقبل ما يقبل يبقى هذا المملوك يباع وثمنه هو الذي يبقى رهنا إلى ذلك الأجل. فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي رهن ثقة بدله. ورهن ثقة بدله خير من ثلاثة أشياء، إما يقبل ما لا يجبر على تعجيله من الدين، أو يؤتى له برهن بديل ثقة بمعنى يساوي قيمة الدين يضمنه ويكون توفر فيه الشروط المطلوبة من الرهن الأول، أو يباع الرهن ويوضع ثمنه بدل منه. وإن كان الراهن معسرا بقي، ثم شبه بقي يعني العبد في وإن كان الراهن معسرا بقي الرهن يعني، نعم يعني يبقى العبد الذي نعم أسلم رهنا. نعم. ثم شبه في التعجيل قوله كعتقه، أي أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه، قبل بيعه عليه، فإنه يعجل الدين لربه. فإنه يعجل الدين لربه. يعني إذا أسلم، أي أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه فإنه يعجل الدين لربه. ويحتمل أن العبد المرهون إذا أعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما قبضه المرتهن أو لا وجب تعجيل دينه بشرطه. الصوت في صدى في أشم نقيش فرزة سمحها شوية. أيوة. قال وإذا باع الكافر عبده المسلم جاز للمشتري رده عليه، أي على الكافر بعيب. أيوة. إذا الكافر عند عبد مسلم وباعه وظهر في البيع عيب، باعه لمسلم وظهر في عيب في العبد، لأن العيوب معروف في البيع أن المشتري من حقه أن إما يأخذ القرش وإلا يرد. في هذه الحالة إذا ظهر عيب وأراد أن يبيع لمسلم ويتخلص وأجبرناه على البيع، هل يرد بالعيب أو لا يرد بالعيب؟ قال يرد بالعيب. هو هنا أسلم بعد بيعه وإلا قبله؟ لا، هو يبدو التعبير قال وإذا باع الكافر عبده المسلم جاز للمشتري رده عليه، أي على الكافر بعيب. ثم يجبر الكافر على إخراجه بما مر. نعم، يعني الرد بالعيب يعني في هذه الحالة لا يقال كيف رد بالعيب يرد المسلم الكافر، يقال لأن المشتري عنده حق لأنه دفع ثمن، دفع مالا، فمن حقه أن لا يذهب ماله هدرا، لكان العبد لا يصلح له، فيه عيب من العيوب التي لا تتفق مع البيع الذي اشتراه، فإنه يرد. ثم بعد ذلك يعني لا يجبر غرضه أنه لا يجبر على أخذ القرش. قد يقول قائل
احنا اجبرنا الكافر ان يبيع العبد المسلم من تحت يده، وما دام ظهر في عيب يبقى نعمل حل، نترك العبد المسلم مع المسلم، ولك هذا المسلم نرفع عنه الضرر بالقرش، نعطيه التعويض يعني مقابل العيب هذا. قال لا، من حق يعني يرد ان يرد بالعيب، وهذا مبني على قاعدة ان الرد بالعيب نقض للبيع وليس ابتداء بيعه. يعني مالكي عندهم قاعدة تقول هل الرد بالعيب نقض للبيع الأول أو ابتداء بيع؟ فهنا رد المسلم الكافر مبني على أن الرد بالعيب هو نقض للبيع الأول ليس ابتداء بيع، لأن لو قلنا أنه ابتداء بيع حرام، لا يجوز أن يباع مرة أخرى للكافر، المسلم لا يباع للكافر، لا يجوز. لكن القول هذا اللي هو معمول به في هذه المسألة بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع الأول وليس ابتداء بيع جديد، لأن له حق في المال الذي دفعه. وهذه القاعدة يعني لها أثر في اختلاف الحكم، الرد بالعيب اللي هو نقض للبيع أو ابتداء بيع. مثلا لو إنسان باع سلعة والمشتري وجد فيها عيبا، والمشتري ردها في غير المثال هذا يعني، والمشتري ردها للبائع، ثم البائع أفلس بعد الرد قبل أن يرد الثمن، قبل أن يرد الثمن للمشتري. المشتري رد السلعة لأن فيها عيب، ردها للبائع، ثم البائع إما مات وإما أفلس قبل أن يرد الثمن، فيختلف الحكم. لو قلنا إن الرد بالعيب نقض للبيع الأول، أو قلنا إن الرد بالعيب ابتداء بيع جديد، لو قلنا إن الرد بالعيب ابتداء بيع معناه أن هذه السلعة التي ردها مثلا للبائع كأنها باعها له ولم يقبل ثمنها، فإذا حصل إفلاس لا يحصل الغرماء، بل من حقه أن يأخذ هذه السلعة لأن سلعته لم يقبل ثمنها وهي بعينها موجودة. لماذا؟ لأن الرد بالعيب ابتداء بيع، أعطيتك سلعة ولم أخذ ثمنها والسلعة هي موجودة. لكن لو قلنا إن الرد بالعيب هو نقض للبيع الأول، فيبقى هو رد السلعة لصاحبها وبقي ثمنها دين، دين في ذمة المفلس، فإنه يحاصص الغرماء. لو قلنا إنه رد البيع لو يحاصص، لو قلنا ابتداء بيع يبقى هو لا يحاصص بل يأخذ حقه بعينه ويسبق الغرماء ويسبق الحقوق الأخرى. فهذا الخلاف اللي يبنى على مثل هذه المسألة، هل رد بالعيب نقض البيع أو ابتداء بيع؟ في هذه الفرع هنا بني على أنه نقض للبيع وليس ابتداء بيع. يعني لو قلنا إن رد بالعيب ابتداء بيع معناه لا يجوز أن يرد، حتى لو وجد فيه عيب لا يجوز أن يرده، لأنه إذا رده بعد ذلك كأنه يبيع المسلم الكافر وهو حرام، لا يجوز. لكن رجحوا هنا الفرع الآخر من القاعدة وهو أنه نقض للبيع وليس ابتداء بيع. وإذا باع الكافر عبده المسلم جاز للمشتري رده عليه، أي على الكافر بعيب، ثم يجبر الكافر على إخراجه بما مر. وإن باع الكافر عبده الكافر بخيار لمسلم أو كافر فأسلم العبد زمن الخيار، فإن حصل إسلامه في زمن خيار مشتر مسلم نعت يمهل المشتري المسلم ذو الخيار لانقضائه، أي لانقضاء زمن خياره لسبق حقه على حق العبد. يعني باعه بخيار ثم أسلم العبد كافر، وباعه لمسلم وباعه بالخيار، خيار معروف أنك تبيع سلعة، قد يكون الخيار للبائع وقد يكون للمشتري، أي في أي بيع، بيع الخيار جائز متفق على جوازه، يختلف في مدة الخيار هل
تطول أو تقصر ثلاثة أيام أو كل شيء بحسبه، منهم من يحدده بيوم منهم من يحدده بثلاثة. علماء الملكية عندهم مرونة، يقول في كل شيء بحسبه، يعني ليس خيار في الدابة مثل خيار في ثوب، مثل خيار في ثوب يمكن تستطيع أن تطلع عليه في يوم، خيار في دابة تحتاج إلى تجربة، خيار في المملوك تحتاج إلى تجربة أكثر، جرب يسمع الأمر ولا متاع معاصي متاع كذب متاع كذا يحتاج إلى مدة. فالخيار عندهم في كل شيء بحسبه، وخيار اللي يتعلق بالثمن، هل أحيانا الإنسان يشتري وما ليس له معرفة بالسوق ويريد أن يحتاط لنفسه حتى لا يغرر به، يقول أنا أشتري بخيار، والخيار هو الخيار للنظر في الثمن فقط، فهذا يكفيه ثلاثة أيام، يصل في السوق يبعث يشوف أصحابه كذا، يعرف ما إذا كان هو اشترى بالسعر المناسب، وإذا رأى أنه مش بالسعر المناسب في خلال ثلاثة أيام يرد السلعة. هذا يجوز، الخيار هذا يجوز يشترطه البائع ويجوز أن يشترطه المشتري. وأحيانا الخيار بدون اختبار السلعة يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام. فهنا يعني باع عابد كافر وأسلم في أثناء مدة الخيار، فهل نستعجل على المسلم هذا ونقول له أو على اللي اشترى أيا كان نستعجل له ونقول له لا يجوز لك أن تستمر على الخيار اللي اتفقنا عليه، لأنه لا يجوز لك أن تستمر في المدة والعبد قد أسلم، عندما اشتريت كان كافرا يحق لك أن تشتريه لأنه أسلم، فلابد أن نقطع مدة الخيار نعجلك إما أن تأخذ وإما أن تترك. قال لا، لا يجبر على ذلك، بل تبقى مدة الخيار إلى أجلها، لأن حق الخيار تقدم على حق الإسلام، لأنه لما بيع كافر والحق الأول هو مقدم وهو الخيار، فيبقى إلى المدة ثم بعد ذلك ينظر في حاله من يرد وإمن. هذا إذا كان المشتري مسلم. هذا المشتري مسلم. هذا إذا كان المشتري مسلم والعبد أسلم في أثناء الخيار. نعم. طيب. نعم. فإن رده لبائع فإن رده لبائعه جبر على إخراجه بما تقدم. فإن رده إلى بائعه الكافر يجبر إلى إخراجه، يعني ينتظر هذا المشتري هنا مسلم ويعطى حقه في الخيار إلى مدتها. ثم بعد ذلك إذا رأى أنه يرده من حق أن يرده، وكيف يرده إلى كافر؟ قال يرده إلى كافر لأن عنده حق في الخيار، ما نقدر نقول له، والكافر بعد ذلك نجبره بحكم جديد على البيع. وإن أسلم في خيار الكافر بائعا أو مشتريا فلا يمهل بل يستعجل. فلا يمهل يعني. فلا يمهل بل يستعجل الكافر صاحب الخيار منهما بالإمضاء أو الرد، لئلا يدوم ملك الكافر على المسلم. لا، في علة أخرى يعني، لأن المشتري هنا كافر وهذا أسلم، والخيار هو صحيح سابق، لكن نقول للمشتري الكافر هذا نقول له عليك أن تتخذ قرار، إذا أردت أن تمضي في البيع فبها، إذا أمضى البيع يجبر بعد ذلك على إخراجه من ملكه، إذا رده أيضا فلا يبقى، لا يعني لا يعطى فرصة إتمام مدة الخيار، لأن في استمرار ملك الكافر على المسلم دون أن يمكن أن يتخذ حكم في المسألة، لأنه لابد أن يتخذ حكم في المسألة عاجل، لا يقر ملك الكافر على المسلم، وفي الخيار كأننا قررناه. وشبه في الاستعجال قوله كبيعه، أي كما يستعجل السلطان ببيع العبد إن أسلم في غيبة سيده الكافر. يعني إنسان غائب، كافر غائب وعنده مملوك أسلم في غيابه، فهنا ليس هناك من يجبر على البيع، وعندما يغيب صاحب الحق الحاكم ولي من لا ولي له، فالحاكم يتولى البيع إذا كان الغيبة بعيدة، إذا كان الغيبة قريبة يأمره بالإتيان، إذا كان الغيبة قريبة وهم لا يرد أو مجهول أو كذا أيضا يتصرف الحاكم، هو الذي يتولى البيع بالنيابة عنه، وبيعه ماضي.
بدل الحاكم. وبعدت غيبة سيده بأن يكون على 10 أيام فأكثر أو 2 على الخوف، فإن قربت لم يبع بل يكتب إليه، فإن أجاب وإلا بيع عليه. تقدير باليومين والثلاثة أصبح الآن يعني ليس هو المعيار أو المقياس، وإنما هو مدى سرعة استجابة أو الاتصال أو القدرة على الاتصال بالطرف الآخر. الآن اليوم واليومين أصبح لا شيء في السفر الحديث، كانوا يتكلمون عن السفر اللي على الرواحل وعلى الأرجل وعلى كذا، هذا يقدر السفر 10 أيام، معناه كأنك تتكلم على 1000 كيلو مثلا ولا أكثر، هذا سفر 10 أيام. لكن الآن 1000 كيلو سفر ساعة واحدة، فالمسافة لا تعد الآن بالوقت، تعد يعرف السفر البعيد من القريب، مدى سرعة استجابة الطرف الآخر والتواصل معه. فإذا كان يتهرب ولا يجيب ولا كذا، حتى لو كان قريب ينبغي البيع عنه، وإذا كان هو استجاب ووعد أنه يأتي والوقت قريب ليأتي فيه فلا يباع عنه. وفي البائع المسلم لعبده الكافر من كافر بخيار للبائع، وأسلم العبد زمن الخيار، يمنع البائع المذكور من الإمضاء، أي من إمضاء البيع للمشتري الكافر. فلو جعل الخيار للمشتري الكافر استعجل. وفي جواز بيع من أسلم من رقيق الكافر عنده بخيار، أما إن اشتراه مسلما فلا يجوز بيعه بالخيار بلا تردد. يعني الشراء بخيار إذا كان الإنسان هو عند عبد كافر وباعها بخيار ثم أسلم، أما إذا كان هو مسلم أساسا أنت تبيعه بخيار لكافر فهذا لا يجوز. وفي جواز بيع من أسلم من رقيق الكفار عنده بخيار، أما إن اشتراه مسلما فلا يجوز بيعه بالخيار بلا تردد، وعدم الجواز بخيار تردد، واستظهر الجواز للاستقصاء في الثمن. واستظهر الجواز للاستقصاء في الثمن، يعني أسلم كافر أسلم عنده رقيق، كان كفار أسلموا، وهل يجوز أن أبيعهم بخيار أو لا يجوز؟ قال صحيح أنه يجوز، لأنه البيع فيه استقصاء للثمن. وليش أورد هذا السؤال؟ لأن الملك في زمن الخيار يعني هو للبائع، فكأن احنا مددنا يعني زمن ملك البائع في هذه الخيار، أعطيناه أنه يتمدد، لكن لأنه عنده حق في الثمن. هناك فرق بين أن يبيع بخيار وأن يبيع على البت، فإذا كان باع الخيار عنده فرصة في استقصاء الثمن، يعني يأخذ أعلى سعر ممكن، وإذا كان زمناه بالبت وقال لابد أن تبيع بالبت فقد لا يجد السعر المناسب، وذلك لم يضيع له حقه، فقالوا له أن يبيع على الخيار ونحفظ له حقه، ولأن هذا الاستقصاء في الثمن من حقه. واستظهر الجواز للاستقصاء في الثمن، لأنه وإن حدث إسلامه عنده فلا يمنع من حقه من الاستقصاء فيه. وهل منع بيع الكافر الصغير لكافر كما مر محله إذا لم يكن الصغير على دين مشتريه، كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني وعكسه لما بينهما من العداوة، وسواء كان معه أبوه أم لا، فإن كان على دين مشتريه أي معتقده الخاص جاز. يعني عندما يقال لا يجوز بيع الصغير للكافر، هل معناه ولا يجوز مطلقا حتى لو كان أبوه معه؟ لأن عندما نقول نمنع من البيع نخاف أن لم يكونش معه أبوه أن يؤثر عليه من اشتراه، وكذلك إذا كان هل يشترط أيضا أن يباع لمن هو على دينه؟ إذا أنت بعت يهودية لابد أن تبيعه ليهودي، وإذا بعت نصري لابد أن تبيعه النصراني، لكن إذا بعت خالفت فقد تسبب له أذى وتسبب له ضرر.
هل هذه الشروط مطلوبة عند البيع؟ يعني لابد أن يباع إذا بيع مع أبيه وإذا بيع لصاحب دينه يجوز أو هو لا يجوز مطلقا؟ قال لا يجوز مطلقا. صحيح، هو قال تأويلان، يعني تأويلان، لكن صحيح أنه لا يجوز. نعم. وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني وعكسه لما بينهما من العداوة، وسواء كان معه أبوه أم لا؟ فإن كان على دين مشتريه أي معتقده الخاص جاز، أو إن البيع مطلق وافق دين مشتريه أو لا، إن لم يكن معه في البيع أبوه أو كان الأب عنده عند المشتري وإلا جاز، وهو قيد في قوله مطلق. قال تأويلان في الصغير الكتابي، وأما المجوس فيمنع اتفاقا ككبيرهم على المشهور لأنهم مسلمون حكما. يعني قلنا المجوس يتكلم كله على السبي، هذا يتكلم هنا على السبي. المجوس إذا كان مسبي لا يجوز بيعه لأنه يجبر على الإسلام. والصغير الكتابي الصحيح أنه لا يجوز حتى لو كان معه أبوه، يعني يباع هو وأبوه يعني في صفقة واحدة، هم الاثنين مملوكين يعني. فإذا هناك من قال لو بيع مع أبيه أبوه سيدفع عنه الضرر ولا يترك الذي اشتراه يضره، فيدفع عن الضرر. إذا بيع بأبيه منهم من قال يجوز بيع مع أبيه، ومنهم من قال المنع هو إذا كان بيع لشخص على خلاف دينه، أما إذا بيع لشخص هو على دينه فهو أيضا لا يتضرر منه. لكن الصحيح أن المنع مطلقا، الصغير لا يباع سواء كان معه أبوه، بيع لمن هو على دينه وعلى خلافه كله لا يباع لأنه يجبر على الإسلام. هذا يتكلم على السبي. الصغير الكتابي والمجوسي قال مسلمون حكما بمعنى يجبر على الإسلام، يجبر على الإسلام، هذا السبب أنه لا يجوز بيع من السبي يعني. نعم. والتأويلان مقابلان لظاهر المدونة السابق الراجح من المنع مطلقا، الراجح منها هي المنع مطلقا يعني. نعم. وإن ملك المسلم عبدا يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير، تعين عليه أن يعرض عليه الإسلام، فإن امتثل وإلا جبر عليه، وجبره بتهديد وضرب. ويحتمل وهو الأقرب أن المعنى وجبر الكافر على إخراج، وجبر الكافر على إخراج المسلم أو المصحف من يده بما ذكر، لا قتل، لا قتل يعني بضرب، لا قتل، لا قتلنا. وقدم الأول على الثاني وجوبا، أول اللي هو التهديد على الضرب قدمه وجوبا، وجبره تهديد وضرب لمن يرجع، وجبره تهديد. وأنا ذكر رأيان يعني، ذكر رأيين يعني المصنف خليل قال وجبره تهديد وضرب، الجبر لمن متوجه. هناك تأويل يقول جبر متوجه إلى الصغير الكتابي الذي يجبر على الإسلام من أهل السبي، وإلى المجوسي سواء صغير وكبير لأنهم يجبرون على الإسلام وهم مسلمون حكما ولا يجوز بيعهم. وما دام يجوز بيعهم وهم يجبرون على الإسلام، فمن وقعوا في يده ينبغي أن يجبرهم على الإسلام، يجلسهم ويأمرهم، يرغبهم في الإسلام ابتداء، فإذا رغبوا ويجوز أن يهددهم ويجوز حتى ضربهم لا قتلهم. هذا تفسير في ترجاع الضمير في قبره، في قوله وجبره وجبره ايش وجبره بتهديد وضرب، وجبره بتهديد وضرب. هناك توجيه آخر في ارجاع الضمير وجبره، يعني يرجع على من ملك المسلم من غير المسلمين، إذا ملكوا مسلما لا يجوز لهم أن يملكوه، فإنهم يجبرون على بيعه أو إخراجه من أيديه، مما ببيع أو بعتق أو بهبة أو بأي وجه من الوجوه التي ذكرها، فهم يجبرون. كيف يجبرون؟ يجبرون بهذه الصورة. الحاكم في هذه الحالة الأمر متوجه، كأن الحكم متوجه للحاكم هو اللي يفعل ذلك، لكن البيع لا، أو المالك أو كذا ليس له الحق في هذا. فكأن في الحالة الثانية يعني الكلام للحاكم الذي يجبرهم على هذا الأمر، وهو إخراج
المسلم من تحت أيديهم يجبرهم بهذه الصورة إما بتهديد أو ضرب. نعم. وله أي للكافر الكتابي شراء بالغ مفهوم صغير فيما تقدم على دينه كنصراني لمثله إن أقام به المشتري في بلاد الإسلام، يعني أن محل جواز البيع المذكور إن شرط في عقد البيع أن يقيم به في بلاد الإسلام لا يخرج به لبلاد الحرب لئلا يعود جاسوسا أو يطلع الحربيين على عورات المسلمين. يعني هذا يجوز بيعه لمن هو على دينه بشرط يشترط عليه في العقد أن يقيم به في دار في بلاد المسلمين، لأنه أصلا هو مأخوذ من بلاد الحرب من السبي، فإذا بيع إلى من هو على دينه في بلاد المسلمين اشترط عليه أن يقيم به في بلاد المسلمين، فإذا لم يشترط عليه ذلك لا يجوز البيع، لأنه إذا رجع إلى دار الحرب فإنه يعود جاسوسا على المسلمين. إيه لا يقبلهم إلا الإسلام. نعم، وهم مخاطبون بفروع الشريعة، وعلى أنهم أيضا مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة ولا يقبل منهم إلا الإسلام. شيخ الحديث يسن بها سنة أهل الكتاب، وارد في مختلف في الموضوع هذا، يسن به سنة الكتاب في غير أخذ الجزية وإلا في كل شيء حتى في أخذ الجزية. يعني وإن لم يشترط ذلك لم يجز البيع ولم يصح، وإن أقام بالفعل كذا استظهر. وإن أقام بالفعل إيش؟ وإن أقام بالفعل، يعني وإن أقام في بلاد المسلمين. فلا إذا لم يشترط عليه فلا يجوز البيع وإن أقام بالفعل. كذا استظهر. لا بالغ أو لا بالغ على غيره، على أي على غير دين مشتريه، فلا يجوز على المختار. يعني نتكلم هذا في بيع البالغ. ويباع لمن هو على دينه وكتاب يهودي يهودي ونصراني نصراني بشرط أن يبقى في يقيم بلاد المسلمين، هذا جائز. قال لا إيه؟ لا بالغ على غيره، أي على غير دين مشتري، على غير دينه، فلا يجوز بيعه لغير من هو على غير دينه لأنه يؤذيه ولا فلا يجوز على المختار. وقوله والصغير على الأرجح، الصواب حذفه لأنه إن عطف على بالغ أي وله شراء الصغير أي إن كان على دينه كما هو أحد التأويلين خالف ما تقدم من الراجح. ومع ذلك يعني عطف قال والصغير إنه أنا والصغير على الأرجح. نعم، والصغير على الأرجح، يعني إذا كان هو الآن يقول إن الأرجح يجوز بيع الصغير على الأرجح فكان هو عطفه على بالغ بمعنى أنه يجوز، لأن عطف البالغ يجوز، فإذا كان عطفه على ما يجوز فيكون الكلام مخالف لما سبق أن الراجح أنه لا يجوز بيعه حتى لمن كان على دينه وحتى لو كان معه أبوه، هذا هو الراجح الذي رجحه. فإذا كان هذا العطف هو على النفي، وإذا كان العطف على المنفي بمعنى فقد تقدم النهي عنه لا يباع الصغير، فهذا يعد تكرار بعد ذلك، كان يعني العطف المراد به أنه لا يجوز، يعني كان عطفه على الجائزات فهذا مخالف للراجح حتى لو كان بيع لمن هو على دينه، والراجح أنه لا يجوز حتى لو كان بيع على دينه ولو كان معه أبوه. وإذا كان العطف هنا على أنه على المنفي بمعنى الصغير لا يجوز بيعه فهذا قد تقدم في الماضي، يكون هذا تكرار بعد ذلك. نعم. الصواب حذفه لأنه إن عطف على بالغ أي وله شراء الصغير أي إن كان على دينه كما هو أحد التأويلين خالف ما تقدم من الراجح، ومع ذلك فليس لابن يونس فيه ترجيح وإنما هو لابن المواز. أيضا عليه مأخذ آخر، وهو قال على الراجح وهو تقدم في المقدمة متاعها في عندما ذكر المصطلحات، قال عندما قل على الراجح منا هذا ترجيح ابن يونس، معنى الكلام هنا هو ليس لابن يونس، هذا هو لغيره، فكان
المفترض لما يكون هو يريد أن يقوي أي رأي أي عالم آخر غير ابن يونس يقول على الصحيح ما يقول على الراجح. فهو لما يقول على الراجح معنى كان الكلام لابن يونس معنى ابن يونس ما عندهش كلام في الموضوع هذا. فليس لابن يونس فيه ترجيح وإنما هو لابن المواز واختاره اللخمي. وإن عطف على المنفي أي غير كان أي غير أي غير نعم كان المعنى لا يجوز شراء الصغير وهو عين قوله فيما مر وصغير لكافر وهو نص المدونة وليس لابن يونس فيه أيضا ترجيح. إذن الجملة هذه كأنها يعني حشو ما كلامه السابق يغني عنها هذا جملة الكلام. قال وأشار للركن الثالث وهو المعقود عليه بذكر شروطه وذكر أنها ستة بقوله وشرط للمعقود عليه أي شرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنا أو مثمنا طهارة. وهو الكلام الساوى كله كان يتكلم عن الركن الأول هو الصيغة وما يتعلق بها. الآن بدأ يتكلم عن الركن الثاني وهو المعقود عليه، والمعقود عليه إما أن يكون ثمنا أو يكون مثمنا. والمعروف في شروط المعقود عليه جملة الشروط يكاد يكون متفق عليها بين العلماء جميعا في مذاهب مختلفة كلهم يتفقون عليها. كن طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه مملوكا لبائعه والانتفاع به لابد أن يكون انتفاعا شرعيا وليس انتفاعا مخالف للشريعة. نعم يعني غير منهي عنه وهذا نعم غير منهي عنه وهذا المعنى الانتفاع الشرعي يمكن يعني لابد أن يكون معلوما كونه معلوما هذا محل اتفاق أيضا. لا يجوز بيع أي شيء ولا بثمن مجهول ولا بأجل مجهول ولا مثمون سلعة مجهولة ولا إلى أجل مجهول. هذا متفق عليه وذلك بيعات فيها الجهالة كثيرة في الأسواق والناس لا يحتاطون في مثل هذه المسائل يبيع من غير أجل. الأجل يكفي أن يكون متعارفا عليه يعني في بين عرف السوق والسلعة لها أجل يتعارف عليه حتى لو لم يذكر لا يضر. إذا كان أجل مفتوح هكذا يبقى يترتب عليه خصام ونزاع سنة شهر خمس سنين إلى آخره فهذا متفق على أنه غير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. طهارة وانتفاع به وإباحة وقدرة على تسليمه وعدم نهي وجهل به. وقوله طهارة أي أصلية باقية أو عرض لها نجاسة يمكن إزالتها كالثوب إذا تنجس. يكون طاهر أصلا وإذا كانت النجاسة عارضة فإذا كان يمكن التخلص منها فيجوز مثل النجاسة تحصل للثوب فإنه يغسل ويباع. ولكن يجب البيان عند البيع أي شيء لأنه النجاسة عندما تحل في الشيء المبيع فإما أن يكون الشيء المبيع في ذاته نجس هو نجس العين مثل شحوم الميتة ولا الروث وإلا شيء هو عينه نجس فهذا لا يجوز بيعه مطلقا لأن إلا للضرورة مات ربما يذكر بعض الأشياء. لحديث جابر الصحيحين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول إن الله ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل ورأيت شحوم فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هي حرام. ثم قال لعن الله اليهود وقاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم حرمت عليهم الشحوم فجملوها وضعوها وأكلوا ثمنها. جملوها يعني أذابوها أخذ الشحوم الخنزير وشحوم الميتة وشحوم كذا
وأذابها عملوها مثل ما يوكل في الدهون والزيوت وكذا، وباعوها على أنها خرجت عن الحرم من باب التحايل، لأنهم عندما يسألون يقال لهم كيف تفعلون هذا وهو منهي عنه، يقول نحن لم نبيع شحوما، نحن بعنا دهونا لأن أذبناها ليست، فلا يقع علينا النهي، هذا من التحايل، وذلك وقعت عليهم اللعنة. فهذا نص في أن مكان نجس العين الأصل في أنه حرام لا يجوز بيعه. أما المتنجس يعني شيء طاهر والتصقت به نجس، فكان يقبل التطهير كما ذكر في الثوب أو في غيره، بمعنى لم تزج النجاسة بالعين، فهذا يغسل ويباع ويطهر ويباع، ولكن مع شرط البيان للمشتري، لأن الغسل حتى وإن كان لا ينقص الثوب، لا ينقص من قيمة الثوب، لكن أحيانا يعافه الناس عندما يعلم أنه مغسول لا يقبله، وذلك لابد من البيان حتى لا يقع فيه الغش. والشيء الذي لا يقبل التطهير مثل الزيت ولا السمن، كما ورد في بعض الفاظ الحديث إذا وقعت الفارة السمن كان جامدا، فالقهوة ما حوله كان مائعا فلا تنتفعوا بها فألقوه كذا. الرواية هذه ليست في الصحيح، الزيادات هذه، لكن عامة أهل العلم على أنها يؤخذ بها. فالزيت والشيء المائع إذا اختلط بالنجاسة لا تقبل التطهير. ثم بعد ذلك السؤال، هي لا تقبل التطهير ولا يجوز الانتفاع بها، لكن هذا ما عليه محل اتفاق، لكن هل يجوز الانتفاع بها فغير لك ولا يجوز؟ هذا هو محل السؤال. كثير من أهل العلم يمنعون الانتفاع بها لأن ورد في بعض الألفاظ الحديث فلا تنتفعوا بها، فلا يجوز الانتفاع بها. ومنهم من يقول يجوز الانتفاع بها مع البيان في غير الأكل، في صناعة الأشياء والصناعات والجلود أو غير ذلك والصابون أو غيره، ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة، قال لهم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا هي ميتة، قال إنما حرم أكلها. قال دليل على الحرام في هذه الأشياء هو الأكل فقط، أما الانتفاع فقد كأنه أرشده إليه إلى أنه لهم أن ينتفعوا بها. هذا سبب الخلاف في هذا الشيء المتنجس غير النجس يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح في المسجد وفي غير الأكل. وابن رشد يرجح إذا كان يمكن في أشياء حتى مائعة إذا تنجست يمكن فصلها ويمكن تطهيرها، خصوصا الآن بالآلات الحديثة هم يتكلمون عن أشياء بدائية أولية، كانوا يقولون مثلا الزيت إذا اختلط به ماء نجس أو شيء من كذا يصب عليه الماء ويغسل مرارا، لأن الماء يطفو فوق الزيت، صب عليه مرة واثنين وثلاثة وتضعه في مكان يترسب الزيت ويبقى الماء يصفى الماء، فلما يغسل مرة واثنين وثلاثة وأربعة يقبل الطهارة عندهم. فابن رشد استظهر أنه إذا كان طهر بهذه الصورة أنه يجوز الانتفاع به، في يعني يرجح الانتفاع به مثل الأشياء الطاهرة تدفع به في أي شيء يمكن الانتفاع به. لكن الأكل دائما يحذرون من الانتفاع به في الأكل، انتفاع به حتى لأنه الأشياء المتنجسة هناك قول بالمنع المطلق أنه لا يجوز الانتفاع بها في شيء أنها من النجاسات. ولكن إذا كان يقبل التطهير مثل الثوب فيجوز، والماء يقول لا يقبل التطهير ولكن يجوز، لكن إذا كان فيه طريقة لتطهيره فابن رشد يرجح أنه مثل التوبة يجوز الانتفاع به ويجوز بيعه، وأيضا قضية في البيع هل يجوز بيعه ولا، يقول يجوز بيعه مع البيان، مع بيان أنه كان متنجسا. هذا كل الكلام في حال الاختيار، ولكن العلماء المالكية يتكلمون على بيع النجس اللي هو
الروث حيوان وأرباح بعضهم يتكلم على عذرة، لأن الناس في وقت من الأوقات ما كانت تجد الأسمدة، وهي تعد من الحاجيات التي لابد لهم منها. ما في هناك قبل 100 سنة ولا 50 سنة ما كان هذا موجود، فمحتاجين لزراعتهم ولأقواتهم وكذا، هم يستعملوا الأسمدة، والأسمدة كلها أسمدة عضوية، وكان يعني الناس يعني يبيعون الكنف، كان كل واحد يعمل كنيف في يعني في جنب داره، والفضلات تتجمع فيه، ثم بعد ذلك في رأس العام يأتي الفلاح ويشتريه ويبيعونه، لأن ما عندهمش وسيلة لتسميد الأرض واللي يتوقف عليها قوتهم إلا هذه الطريقة. وذلك جوزوا للضرورة، جوزوا بيع النجسات الروث وغير الروث. وذلك يقول ابن عاصم في التحفة: ونجس صفقته محظورة، وجوزوا في الزبل للضرورة. فمعمول به في الأندلس، ومعمول في المغرب، ومعمول به في الأماكن، يجوز إذا كان الناس احتاجوا لهذا وصار ضرورة ما عندهمش وسيلة للتسميد، يجوز لهم أن يبيعوا عين النجس لهذا الغرض لا لغرض آخر. الحيوان المباح ما خرج منه ليس طاهر؟ لا، ما يتكلمش على المباح، لكن يتكلم على الحمار والفرس والبغل وما يخرج من الإنسان، هذا يتكلم عنه. لكن الآخر بالنسبة لروث الحيوان مأكول، لكن طاهر عندهم. وقوله طهارة أي أصلية باقية أو عرض لها نجاسة يمكن إزالتها كالثوب إذا تنجس، ويجب تبيينه مطلقا جديدا أولى، يفسده الغسل أولى، كان المشتري يصلي أولى، لأن النفوس تكرهه، فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار. الخيار الرد، حتى وكان المشتري لا يصلي، أنت غسلت من نجاسة لابد أن تبين له، حتى وكان المشتري لا يصلي لابد أن تبين له، وإذا لم تبين له كان له خيار الرد، إذا تبين أن الثوب مغسول يبقى من حقه، لأن هذا عيب يعد حقه. هناك من فقهاء الشيخ يقول في طريقة تطهير الزيت المتنجس يخض بالماء فيه كذا، ايوه هذا الطريقة اللي يصب عليه الماء ويغسل كذا، والآن ربما في طرق تكون يعني أدق وأضبط من هذا، لكن هذا كل مبني على الخلاف، هل المياعات تقبل التطهير ولا تقبل؟ فمن قال تقبل التطهير إذا استعمل فيها أي وسيلة من الوسائل اللي يطهر بها فإنه يجوز بيعها بعد ذلك، والكلام كله في هل يجوز البيع ولا يجوز البيع، فإذا كان هي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها، وإذا كان تقبل التطهير فيجوز. لا يصح بيع ما نجاسته أصلية أو لا يمكن طهارته كزبل من غير المباح ولو مكروها وعظم ميتة وجلدها. ولو مكروها يعني ولو كان مكروه مثل السباع، والسباع عند الملكية والهر والذئب والثعلب والضبع كل عندهم أكلها مكروه، في خلاف ما عندهم رواية الموطأ، مالك في الموطأ حديث النهي عن السباع كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير موجود في موطأ مالك، وهذا رأي مذهب رواية عن مالك أنه محرم يعني أكلها، وهناك رواية أخرى وهي المشهور في المذهب أن هذه كلها من المكروهات، يعني السباع والهر والذئب والثعلب والمسن كل هذه من المكروهات ويجوز أكلها مع الكراهة، لكن مخلفاتها نجسة سواء كانت هي محرمة أو مكروهة كلها نجسة. وعظم ميتة وجلدها، وعظم ميتة وجلدها ولو دبغ. عظم الميتة أيضا اختلفوا في عظم الميتة وفي الجلد هل هو نجس بناء على أن الميتة هي نجسة العين، والمالكية عندهم روايتان في حتى جلد الميتة اللي يقبل إذا دبغ يطهر أو لا يطهر، المشهور لرواية ابن القاسم أنه لا يطهر بالدباغ الجلد الميتة إلا طهارة صورية فقط وليس
طهارة حقيقية. وما يقصد بالطهارة الصورية أنه يجوز أن يفترش تجلس عليه لكن لا تصلي عليه، يجوز أن تضع فيه الحبوب والأشياء اليابسة لكن لا يجوز أن تضع فيه المائعات. قال أن الأشياء اليابسة لا تتأثر به والجلوس عليه لا يضر لأنه طاهر في الظاهر، لكن هو في الواقع من حيث المعنى هو نجس ولا يطهر. ويستدلون على ذلك بحديث يعني ابن عكيم يعني أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كذا ألا تنتفعوا بالميتة بهاب ولا عصب. ولكن هذا الحديث ولا يقوى على معارضة الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا عام يعني في كل دبغ سواء كان لميتة أو لغيره. فإذا عندهم خلاف في التطهير بالدباغ، وذلك هل يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ثم جلدها إذا دبغ أو بعظم منها أو الأصل بناء على هذه القاعدة والمشهور عندهم لا يجوز الانتفاع بشيء من هذا. لكن الإمام مالك توقف في مسألة الانتفاع بعظام الميتة وبناب الفيل وب يعني القرون الميتة وبكذا، وقال عمل السلف على الانتفاع بها، يعني رأى السلف والعلماء في عصره وقبله أنهم كانوا ينتفعون بهذه الأشياء، يمتشطون بها ويضعون فيها الدهن ويضعون فيها الطيب وتعلق بناب الفيل وما بالعاج وما مسائل هذه. قال كله يدل على أن هذه الأشياء مستثنات ومعفى عنها وأنه يجوز الانتفاع بها ولو كانت من ميتة، يعني الميتة كأنه في هذه الجزية حرم أكلها وليس الانتفاع بشيء منها في شيء لا يتسرب منها إلى الأكل وغير ذلك. وكزيت وسمن وعسل تنجس مما لا يقبل التطهير اختيارا، وأما اضطرارا كخمر لإزالة غصة فيصح. إذا كان إنسان ما عندهش إلا ضرورة زي ما تكلمنا في بيع النجاسات للتسميد عندما احتاج الناس إليها، أو كان إنسان يعني عنده غصة وعنده هناك أشياء كثيرة الآن ليس الغصة ربما مثال يعني نادر وقليل الحدوث وربما ما يشتري حتى يموت يعني، لكن ممكن الآن في أشياء كثيرة النجاسة يضطر الناس إلى شرائها مثل الدم مثلاً. إذا الإنسان عنده فقر دم ولا عنده نزيف ولم يجد من يتبرع له، هل يشتري الدم ولا يشتري؟ الدم نجس لكن ضرورة تقتضي أنه يشتريه. الأشياء النجسة إذا دعت إليها ضرورة يجوز بيعها وشراءها. شراء الكحول في الطبيات. كذلك الكحول في الطبيات إذا كان يعني في المسائل التي لا بد منها وما فيش لها بديل أو كذا. شيخ، ما وجه التفريق بين الزيت والسمن والعسل؟ يعني نهي عن اشترائه إذا تنجس، وأجيز اشتراء أجيز بيع الخمر اضطرارا إذا احتج إليه اضطرارا. أيوة، حتى السمن والعسل إذا كان اضطر إليه فهو الاضطرار، يعني ذاك الخمر هو مثال للاضطرار ليس هو استثناء من القاعدة. قلنا الشيء المتنجس هناك رأيان، هناك رأي يقول لا يجوز بيعه ولا شراؤه إلا الضرورة، فالضرورة مثل بيع الدم وبيع الخمر الغصة وكذا. وهناك رأي يقول يجوز بيعه لغير الأكل، يجوز بيعه للصناعات لأن النهي وارد في عين النجس، الحديث لحديث جابر وفي الشحوم ويدهن بها الجلود أو يستصبح بها وكذا، قال لا هي حرام. لكن هذا قالوا في عين النجس متفقين عليه، أما في الشيء المتنجس فإذا احتاجوا إليه لصناعة هل يجوز بيعه ولا يجوز، من منعه وقال لا تنتفعوا كما ورد في حديث إذا وقعت الفأرة في السمن كان جامدا فقوى ما حوله وإن كان معا فلا تنتفعوا به. فحديث ليس في الصحيح، حديث يعني فيه كلام هذه الزيادة لم ترد، حديث في البخاري وفي مسلم وفي كتب الصحيحة وبغير هذه الزيادة.
فمنهم من يأخذ بهذه الزيادة ويقول المتنجس أيضا لا يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، ومنهم من يقول يجوز الانتفاع به في غير الأكل ويجوز بيعه مع البيان ليعمل، فإنه لا يستصبح به في مسجد ولا يؤكل، ولكن يجوز أن تنتفع به في أشياء أخرى في صناعات أو في غير ذلك. فهذا ماشي على هذا الطريق، يعني الزيت المتنجس والسمن المتنجس انه لا يجوز الانتفاع به الا للضروره. مثال الضروره الخمر الغصه، لكن ليس الخمر الغصه هي استثناء من القاعده ان المتنجس لا يجوز الانتفاع به. نعم. وانتفاع به انتفاعا شرعيا ولو قل كتراب. شرط المبيع ان يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، مش اي انتفاع وكلام وخلاص، لان أي أحد يشتري شيء من الملاهي أو المعاصي أو المحرمات أو الأصنام أو أي شيء يعني يشتريه يقول أنا ننتفع به، حتى لي يشتري خشبة يعملها صليب، ولا لي يشتري دار يعملها كنيسة، ولا يشتري نحاس يعملها ناقوس، ولا يشتري عنب يصنعه خمرا، ولا كل من يشتري هذه الأشياء يقول أنا أنتفع بها، لكن هذا ليس انتفاعا معتبرا، انتفاع باطل. لابد أن يكون انتفاع شرعيا يأذن به الشرع ويسمح به، ليس فيه نهي. لا كمحرم أكله أشرف على الموت لم يبلغ حد السياق أي النزع لعدم الانتفاع به. هذا مثال لعدم الانتفاع، يعني حيوان هو غير مأكل اللحم، بغل ولا حمار، ومريض مرض شديد يعني لم يبلغ حد السياق، فهذا لا فائدة منه، لأنه ليشتري لا يستطيع أن يذكيه حتى يقول إنهم كنا نجيب فيه الموس قبل يموت وننتفع به، ما في فائدة لأن ذكاته كعدمها. وفي غير هذا ما يكون انتفاع به، لأنه مريض مرض مخوف وكذا، فهذا لا يجوز الشراء لأن انتفاع به مش غير موجود. لكن لو كان مأكل اللحم وهو لم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه، لأن يقول لك اللحم فيه الموس ينتفع به. واحترز به عن المباح المشرف المشرف على السياق، يعني خلاص ما عادش فيه أمل، ولم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه لإمكان زكاته، لكن رجح بعضهم جواز بيع ما لم يبلغ حد السياق ولو محرما لإمكان حياته. والمصنف تبع ابن عبد السلام في بحثه وهو ضعيف، وأما البالغ حد السياق فلا. بلغ حد السياق لا يجوز يعني. وشرط له عدم نهي من الشارع عن بيعه، لأن الزكاة لا تنفع فيه حتى لو كان يعني هو حتى لو كان هو مأكل اللحم فلا تنفع فيه الزكاة، فكان شراءه يعني من باب تضييع المال، لا فائدة من أكل المال بالباطل. وشرط له عدم نهي من الشارع عن بيعه لا ككلب صيد وحراسة وأولى غيرهما، ويجوز اتخاذه لهما. الكلب معروف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الكلب إلا كلب زرع أو ضرع، من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع نقص من أجله كل يوم قيراطان، في رواية قيراط في رواية قيراطان. وهذا من حيث التملك، لا يجوز الإنسان يتملك أي كلب من غير لغير هذه الغرضين، أو كلب الصيد يعني كلب ما علمت من الجوارح مكلبين، فالكلب الضاري، الكلب الضاري هو كلب الصيد المعلم الذي يرسل ويعلم ويأتمر وينتهي، تقول له اذهب المكان الفلاني، يذهب قف اذهب إلى تلك الفريسة فقط يذهب إليها ولا يذهب إلى غيرها، هذا هو المعلم. الكلب تتعلم مثل الإنسان من ما هو أذكى من الإنسان، فهذا يجوز تملكه لهذا الغرض، يعني الصيد مباح. وكذلك كلب الزرع والضرع، كلب الحراسة، وكلب اللي يحرس الشياه من الذئاب أو
يحرس الزرع ويحرس الأملاك وفي البادية، كلب البادية يسمونه كلب البادية وليس كلب الحاضرة. الناس في البادية يعني أملاكهم مفتوحة، فلا يستطيع أن يحرزوها ويحوطوها من السراق، فذلك يحتاجون للكلاب، فأذن لهم شرع في اتخاذ الكلاب. كلب الزرع لكلب البادية، كلب الضار يحرس الشياه التي ترعى من الذئاب ومن، فالأول يحرس من الإنس من بني آدم من السراق وغيره، والثاني يحرس من السباع والذئاب. وكلب الضار وكلب المعلم، هذه ثلاثة أنواع من الكلاب التي يجوز تملكها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وقال صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام. فهنا في شيء من التعارض، يعني كيف يباح تملكها وينهى عن بيعها. ولذلك بعض العلم عمم النهي وقال حتى من يحتاج إلى هذه الكلاب لا يشتريها، لابد أن، وربما كان في وقت من الأوقات كان الناس يتحصلون عليها دون أن، لكن الآن اختلف الوقت وصار لها سوق، الكلاب صار لها سوق، وسوق غالي الثمن ومرتفعة وتجارة. فهل النهي في عن ثمن الكلب هو خاص بالكلاب المحرمة التي يجوز اقتناؤها؟ هي كلب الحاضرة، واحد يشتري كلب في الحاضرة أو يشتري كلب لتسلى به للتسلية أو ليتاجر فيه أو ليعلمه كذا، ولا هي النهي عام في ثمن الكلاب كلها حتى ما لو كان يصح تملكها؟ العلماء يعني مختلفون في هذا الأمر، والإمام مالك كان يتحرج وأن قال هي أبيحت وفي هذه الزرع والضرع وكذا، ولكن ورد النهي عنها، كأنه يقول ينبغي لمن يريدها أن يطلبها، أن يطلبها من غير شراء، لكن إذا لم يجد واحتاج إليها فإن كأنه يجوز له أن يشتري ولا يجوز للبائع أن يبيع، يعني البائع ليس له عنده عذر في هذا. وذلك هذا أيضا وجه من الوجوه، أنه في هذه الحالة الحاجة تقتضيك إذا أن تشتري الكلب الذي يباح لك تملكه، إذا لم تجده من غير ثمن يباح لك أن تدفع فيه الثمن، فأنت يجوز لك الدفع ولكن البيع لا يجوز له البيع. هناك من استثنى بيع الكلاب اللي هي يباح تملكها، وجعل النهي خاصا بالكلاب التي لا يجوز تملكها. وعندما سئل ابن أبي زيد القيرواني في القصة المعروفة أنه سقط حائط داره واتخذ كلبا واشترى كلبا، وقال له مالك كان ينهى عن ذلك عن ثمن الكلب، فقال لو كان مالك يعني في عصرنا لا اشترى أسدا، لاتخذ أسدا، يعني فهو الكلب، لأن الكلب اللي اتخذ ابن أبي زيد هو في الحضر، وكلب الحضر لا يجوز شراؤه، لأن كأن الحاجة جعلته، جعلنا هذا الأمر الحاجة تغير الحكم بسببها وأنه يجوز شراؤه. الظاهر في الوقت هذا اللي الناس إذا كان الناس لا يجدون الكلاب وهم محتاجون إليها في المواطن المأذون فيها، فإذا لم يجدوها فإنه يجوز لهم شراؤها، هذا خلاصة الكلام في المسألة. وإذا وجدوها من غير شاء لا يجوز لهم شراؤها، لأن النهي وارد عن في النهي عنها. أما الكلاب الأخرى التي الآن يعني يتسلى بها ولا يمتلكها الناس ولا هكذا من غير حاجة إليها، حتى في الحضر يتخذها من غير حاجة إليها، فهي منهي عنها، و يعني تنقص من أجر صاحبها، والبيت الذي فيه الكلب لا تدخله الملائكة، هناك يعني منفرات كثيرة، فالبيع والشراء فيها لا يجوز لأن ثمنها مقوم بمهر البغي وحلوان الكاهن. يدخل الآن في كلب الحراسة الكلاب المدربة لاقتفاء الأثر والمخدرات والأشياء؟
هذه إذا احتاجت لها جهات لي يعني هذا من أهم الأشياء، بل هذا من يعني الحراسة المتطورة. إذا كان الجهات التي تحافظ على الأمن رأت أن هذه تفيدها تتعرف على المجرمين وعلى كذا فتبقى هذه مأذون فيها لأن الحاجة تدعو إليها. لكن هو الكلب الذي وقع فيه الإنسان يتخذ كلب هكذا لمجرد أنه اتخذ كلبا فقط وتدعو إليه حاجة. إنشاء مدارس لتعليم الكلاب على المتفجرات والمخدرات، وأحيانا عندهم كلاب يأجروا فيها في الاحتفالات والمناسبات ساعة $1,000. ما حكم هذا؟ التجارة في هذه الأمور غير جائزة التجارة. لو رأت الجهات المسؤولة التي تضبط أمن البلد أنها تحتاج إلى نوع من الكلاب وربته لهذا الغرض ودربته لهذا الغرض هذا يبقى مشروع لأنه كلب حراسة بالحراسة المتطورة. لكن يبقى هو سلعة وسوق تباع وتشترى وتؤجر ويعني تباع وكذا فهذا غير جائز. عفوا شيخ، إهانة على الكلب الأسود. كلب الأسود شيطان، نعم وارد هذا و يقطع الصلاة الكلب المرأة والكلب الأسود والحديث الصح في الصحيح. لكن علماء المالكية لهم في يعني كلام لا يفرق مالك بين الكلب الأسود ولا غير الأسود ولا يقطع الصلاة، ويؤولون هذا الحديث يعني قطع الصلاة بمعنى أن ما ينبغي أن مصلي أن يترك فرصة لعمل ينبغي سترة وينبغي لا يتعرض لأن يمر أمامه الكلب الأسود المرأة لأن هذه تقطع صلاته بمعنى تشغله عن صلاته وتمنعه من فهي من الأشياء التي تبعده عن صلاته. وذلك هذا القطع ليس قطع بمعنى أنه صلاته تبطل لكن أنها تشوش عليه. وذلك عائشة لما ذكر الحقيقات ما زلتم على أن جعلتمنا كلابا لما قيل يعني يقطع الصلاة مرة والكلب الأسود. قال وجاز هر وسبع أي بيعهما جوازا مستويا للجلد أي لأخذه، وأما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه. يجوز بيع السبع السباع لأخذ جلدها للدباغ يعني جلدها يطرد الدباغ فيجوز بيعها لهذا الغرض. وإذا اشتريت لجلدها وذكيت لجلدها فإن جلدها يكون طاهرا، وإذا ذكيت لأكلها على القول بكراهتها فإذا أيضا يكون جلدها طاهر. فإذا ذكيت لأكلها يطهر جلدها ويطهر لحمها مع الكراهة على القول بكراهة، وإذا ذكيت لجلدها فقط هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هناك من يقول لا تؤكل، وهذا بناء على أن الذكاء تتجزأ بمعنى مكان. والصحيح لا، صحيح أن الذكاء لا تتجزأ يعني هي ذكاء واحدة. إذا طهرت فتطهر كل شيء، تطهر اللحم وتطهر الجلد. شيخ عفوا بالنسبة للكلاب تجوز للذي ولد في الحديث فقط أو لعموم الحاجة؟ أي حاجة ولو لم تلد في الحديث؟ لا الظاهر لا يجوز إلا لهذه الأشياء اللي حصر الحديث اللي هي زرع أو ضرع أو كلب ضار. هذه الأشياء اللي فيها الاستثناء. لكن وما كان في حكمها قد يكون كما ذكروا الآن هذا يدخل في الحراسة إذا كان الجهات اللي تحافظ على الأمن تقتري بعض الكلاب لتدربها بحيث تتعرف على المجرمين وهكذا فهذا يدخل في باب الحراسة. والحراسة هل هي خاصة بالبادية أو حتى في المدن؟ رأينا أن ابن أبي زيد يقول لا لو مالك أدرك زمان لاتخذ أسد أنضاريا. فمدام الغرض هو مشروع وداخل في ضمن ما ذكره الحديث حتى لو كانت هي في المدن فضل أنه جائز. وذلك هذه الكلاب تعلمها الجهات الأمنية أي تدخل في باب الحراسة دخولا واضحا. يعني مثل الكلب الذي يقود للشخص الأعمى. الكلب الذي يقود الأعمى
يعني دليل اي هذا لا يحتاج الى اجتهاد في المسألة، هل يعني يدخل في المنع ولا لا يدخل، لان الاستثناء ظهر انه خاص بهذه الاشياء الثلاثة، ولكن هو يقدم في خدمة نافعة وربما حتى دليل هو لا هو دليل هو دليل يقوده يعني يمنعه من السيارة ومن كذا، لكن هل الكلاب ليس لها منافع؟ لا شك أن الشرع يعلم أن الكلاب لها منافع كثيرة غير هذه الأشياء الثلاثة، ولماذا خص بهذه الأشياء الثلاثة ولم يعني يجعل لها يعني كل ما فيه فائدة يمكن يستفاد به منه وما لا يستفاد منه لا؟ فالظاهر التقييد بهذه الثلاثة وهذا الوقوف عند النص والله أعلم. روايه عن الامام اللي قلنا منها. ايوه هذا الكلام قلنا في موضوع الكلب اللي هو الخلاف ليس في الكلب المحرم، حتى خلاف يبيعه وبيعه وحجه بثمنه ليس في الكلاب اللي يحرم اتخاذها، هذيك متفق عليها انه لا يجوز بيعها، لكن الكلام في الكلب الذي يجوز اتخاذه هل يجوز بيعه وشراءه ولا يجوز؟ هناك من قال يجوز وهناك من قال يجوز للمشتري إذا احتاج ولا يجوز للبايع، وهذا الكلام الذي ذكرته محمول على هذا، من يرى أن الكلب اللي هو استثناه الشارع يجوز بيعه، لأن ما دام استثناه ما نص إليه إلا بالثمن، وهذا وجه من قال به وحج بثمنه، لكن الكلب المتفق على عدم اتخاذه لا يجوز، متفق على أنه لا يجوز بيعه. ثم إذا ذكي بقصد أخذ الجلد فقط لم يؤكل لحمه، بناء على أن الذكاة تتبعض لنجاسته بعدم تعلق الذكاة به، وعلى أنها لا تتبعض وهو المعتمد فيؤكل، وأما الجلد فيؤكل على كل حال أو نعم هو وأما الجلد فيؤكل على كل حال، لعله يقصد وأما الجلد فيستعمل. لا يؤكل، غريب أكل جلده عشنا في عصر يرمى فيه اللحم، لا عشنا في عصر يرمى فيه اللحم صحيح. جلده كانت عن الناس يعني من يتعصى على جلد يعني وحامل مقر يصلح الجلد لك ويصلح الفراش ويصلح أشياء كثيرة نعم وحامل مقرب آدمية أو دابة أي جاز بيعها حامل مقرب مقرب نعم يعني قربت الولادة وحامل مقرب آدمية أو دابة أي جاز بيعها لأن الغالب السلامة ومقرب اسم فاعل من أقربة الحاملة إذا الحامل إذا قرب وضعها وشرط له قدرة عليه أي على تسليمه وتسلمه لا كآبق حال إباقه ولم يعلم موضعه أو علم أنه من عنده من لا يسهل خلاصه منه لا بد من قدرة على التسليم هذا والشرط هذا الشرط هذا قدرة على التسليم نعم نعم القدرة على التسليم يعني الشرط المبيع لا بد أن يكون مقدور على التسليم فإذا كان إنسان يجد أن يبيع سيارة ضيعة منه وما عندهاش قدرة على التسليم كل من حصلها أو من حصل عليها يسلمها لك قد يتحصل عليها بعير شارد أو كما ذكر عبد آبق لا يعرف مكانه ويعرف مكانه ولكن لا يمكن تخليصه منه هذه كلها لا يجوز لكن لا يجوز بيع ما فيه خصومة أي شيء فيه خصومة لا يجوز بيعه لأنه يصب وقد يتعذر تسليمه حتى لو كان بأقل ثمن حتى لو كان بأقل ثمن لأنه غرر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه نهى عن بيع الغرر يعلى فيها غرر فيها مخاطرة في احتمال نهى وجد الناس يبيعون إلى إن تنتج الناقة وإلى يعني ويبيعون حبل الحبلة ويبيعون كل هذه بيعات نهى عنها للغرر لأن الأجل حتى الأجل فقط ليس فقط يبيعون الأشياء إلى أن تنتج الناقة يعني
تلد الناقة هذه ويلد ولدها، إذا ولد ولد الناقة أعطيك الثمن أو أسلمك السلعة، أجل مجهول، فقد لا تلد وقد تلد بعد 100 سنة و10 سنين و5 سنين إلى آخره. هذا من بيع الغرر المنيعة، فسواء كان الأجل مجهول أو السلعة مجهولة أو الحمل في بطن أمها أو السمك في الماء أو الطير في الهواء أو بعير الشارد، هذه كلها أشياء لا يمكن تسليمها، يتعذر تسليمها. وكذلك كل ما فيه خصومة لا يقضي الإنسان عليه حتى لو باعه بأقل من ثمنه فلا يجوز، لأنه غرر. حتى بالمكاشفة يا شيخ يكون عنده علم، لا لا يفيد العلم، هذا ليس له أي قيمة العلم في الأشياء اللي نهى عنها الشرع، لأن الشرع أراد أن يحفظ للناس حقوقهم، يعني هناك كأنه مثل الحق العام في القوانين، في حق عام لا يجوز التفريط فيه، حتى لو كان صاحبه أراد أن يفرط يقول الحق العام له أحكام خاصة به لابد أن نطبق. لذلك الشرع مسألة المحرمات نص على تحريمها لا يرفع التحريم فيها العلم، الزنا حرام لا ينفع فيه العلم، يكون كل بيت راضي، الخمر حرام، الربا حرام، يعني اثنان يعني متفقان وراضيان بالربا، هل الرضا يرفع الحرمة؟ لا يرفع الحرمة. الجهالة، الغرر، كل ما نهى عن الشرع لحق الشرع لأن فيه ضرر إذا لم يتحقق فيه الشرع، لما يتحقق فيه الشرع فلا الرضا لا يفيد فيه ولا يرفع الحكم. خصومة تكون عن ملكية ولا حتى على أي شيء ثاني؟ نعم خصومة تكون عن ملكية ولا؟ هي على المبيع، يعني المبيع في عليه خصومة، كل واحد يقول عندي في الربع، واحد يقول عندي في النصف، واحد يقول لا ملك ليك، واحد يقول لا المهم لا يقضي على تسليمه، الخصومة هذه يتعذر معها التسليم أيا كان نوع الخصومة، ما دام وقت الخصومة التسليم غير ممكن معنى هذه مانعة من البيع. سمحت شيخ، قلت البيع لا يجوز بيع السمك في البحر وغير ذلك، طب نحن نشتري نخل قبل ما ينضج، وأحيانا يباع البرتقال قبل ما ينضج ويدور، شو الحكم في ذلك؟ لا هذا يختلف، ذكر له حكم آخر اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل بدو الصلاح، يعني الفواكه والخضروات منهي عن تباع قبل أن يبدو فيها، وبدو الصلاح هو ظهور الحلاوة فيها وفي كل شيء بحسبه. تعين يعني؟ نعم تعين، أي تعين تصبح مقبولة للأكل، يعني ما تكونش هي حامضة وترمى، و يعني تكون الناس تقبل عليها ومفيدة وتؤدي الغرض منها، فمنها ما يكون بالحمرة، منها ما يكون بالصفرة، منها ما يكون بالحلاوة، منها ما يكون كذا، فكل شيء بحسبه. فإذا كان الشيء لم يصل إلى هذه المرحلة فهذا منهي عنه، لا يجوز بيع الشيء قبل بدو صلاحه، إلا إذا كان هو يباع علف الحيوان ويباع على الجذاذ لا على التبقية. بيع الشيء قبل بدو الصلاح إذا كان على الجذاذ لأنه ينتفع به في علف حيوان أو في شيء من هذا فيجوز. أي القطع يعني؟ يجوز على القطع يعني، يباع لأن يقطع في الفورة وقت البيع، لكن إذا بيع على أن يبقى إلى أن يثمر ويكمل حرام، لأنه لا يعلم المشتري ما يسلم له من هذه الصفقة، فقد يأتيه الدود، قد تأتيه عاصفة، قد يأتيه جراد، قد يأتيه كذا، فلا تحصل على شيء. بماذا يأخذه؟ بماذا تأخذ مال أخيك؟ تأخذ مال من غير شيء، لا يجد شيئا، أحيانا لا يجد شيئا. هذه الحكمة في المنع قبل منع البيع قبل بدو الصلاح على التبقية، أما على القطع والجذاذ فهو جائز. شيخ انتهى الوقت وعندنا بعض الأسئلة. يقول شيخنا قلتم يجوز بيع الدم للضرورة، فهل يجوز بيع الأعضاء للضرورة كالكبد والكلوة مثلا؟ لا دي ليست هي الجامعة الفقهية درس هذه المسألة ومعظمها يعني قراراتها واضحة. هو الأصل في جدل حتى في مسألة هو زرع الأعضاء، هل الإنسان يجوز له أن يعطي عضوا منه لآخر ليزرعه ولا يجوز، لأن هل الإنسان يملك بدنه ويستطيع أن يتصرف فيه ويأخذ من جسده كلية أو عين أو شيء من هذا ولا يجوز.
لكن مع الدراسة المستفيضة لهذه المسألة في المجامع الفقهية قالوا في الأعضاء التي منها اثنين منها اثنان ولا يتأثر من يؤخذ منه أحد عضوين لا يؤثر عليه ويكون في يعني حالة الإنسان الطبيعي لا يتعي في وظائفه ولا في جسمه ولا في شيء من هذا الأمر. فقالوا إذا أراد أن يتبرع له أن يتبرع لينقذ حياة إنسان آخر محتاج إليها، وعدوا هذا مما يؤجر عليه ومن الصدقة الجارية ومن الأشياء اللي فيها منفعة لأخيك المسلم استطعت أن تنفعه فانفعه. لكن مع ذلك اتفقوا معظم المجامع الفقهية اتفق أن البيع حرام، لأن البيع يؤدي إلى مفسدة. صحيح أنت من جهة تنظر من جهة تقول هي ضرورة يعني المحتاج يكون مضطر، لكن جانب آخر يؤدي إلى مفسدة عظيمة أن الفقراء والناس اللي عندهم السيطرة على أنفسهم مما لأمراض أو صغر أو يختطفون وكذا يتاجون فيهم يأخذونهم، ومع هذا المنع والآن فيه تجارة بهذا الأمر، يسرق الصغير ويسرق كذا وتبقى عصابات وتتاجر بأعضاء بني آدم، هذا منافي لكرامة بني آدم التي الله عز وجل ذكرها في القرآن. ولذلك اتفقوا على أن البيع لا يجوز ولكن التبرع جائز. هل يسري عليها مثل مسألة بيع الكلب يأثم الآخذ ولا يأثم المعطي في حالة الضرورة؟ ولا ما يشيش ما يسماش الضرورة هنا، كأنها لأن هذه تشجع تفتح باب للأمر هذا اللي هو التجارة في الأعضاء الإنسان. ولو الناس ما يجدوش، هو في قضية هناك من يشتري العضو هذا واضح أنه تعدي حرام مخالف للقرارات الموجودة، العلماء المسلمين يكادوا يتفقون على هذا. لكن أحيانا ربما بعض المستشفيات في بعض البلاد هي لا تأخذ ثمن، وربما وضع في ضمن العملية وكبرها ومسؤولياتها وكذا، ربما وضع في ضمن الثمن هذه الكلية والعضو كذا، لكن لا تذكر له ثمن مفصل، تقول العملية قام في المستشفى بالمراجعات بكذا ب 50,000 ب 20,000 ب 30,000 دون أن تذكر لك أن شخص تتعاقد معه وتشتري منه الكلية وكذا. ربما هي عندها وسائلها بحيث أن كل ما تحصل حوالات أو يحصل كذا تجمع هذه الأعضاء، ولكن لا تريد أن تتبرع بها تعطيها كذا ببلاش الناس، فتضعها ضمن مصاريف الكثيرة ولا تفصل هذه المسألة. فالظاهر أن من عمل بهذه الصورة أنه لم يشتري، لأنه المنع عنه أنك تأتي إلى شخص وتشتري منه أو يوضع لك في ضمن المصاريف أن هذا ثمن كلية اشتريت لك من كذا، هذا إقدام على الشراء، هذا واضح أنه غير جائز. إذا كان هي الصفقة المستشفى أنه يضع السعر لمثلا الزائدة الدودية ب10، للقرنية ب50، للكلية ب100 وكذا، وأنت أخذت هذا دون أن تفصلك أشياء ودون أن تتعاقد على شراء العضو، الظاهر أنه لا حرج. يقول شخص تبرع بأعضاء الموت هذا جائز، هذا جائز وفيه نفع، يعني إذا كان يعني هناك إنسان يعطي جزء من جسمه إذا كان يقول لمات في حادثة وكذا ويبي يعطيه تبرع، الظاهر أنه جائز. يقول شخص أجر بيتا أو متجرا لمدة 4 سنوات، هل يجوز للمستأجر أن يؤجره لشخص آخر بنفس المدة سواء كان بعلم المالك الأصلي أو لا؟ يجوز، لأنه من ملك المنفعة يجوز له بيعها. الإجارة هي ملك المنفعة، مثل الذات هي البيع ملك للذات والإجارة ملك للمنفعة. كما أن من اشترى ذاتا يجوز له بيعها، كذلك من اشترى منفعة إلى أجل محدد يجوز له بيعها إلى ذلك الأجل فقط لا غير. في نهاية الأجل يجب أن يخرج الذي اشترى هذه المنفعة. فاشتراء المنفعة جائز، لكن يتكلمون على شراء الانتفاع، شراء الانتفاع لا يجوز. الفرق بين المنفعة والانتفاع، الانتفاع هو خاص
والمنفعة عامة. المنفعة تأجر لبيت يسكنه أو يعمله مكتب يسكن فيه هو ولا مع أولاده ولا أخوه ولا أجرة المنفعة، مادام المستأجر يستعمله في مثل الحالة التي أجرها فيه، كان أجر بيت يستعمل بيت، أجر مصنع يستعمل مصنع، ما يجوز يغير لشيء آخر غير متفق عليه، لكن لو يستعمله هو يستعمله ابنه يستعمله أخوه يستعمله لا حرج في ذلك لأنه ملك المنفعة، ومن هنا يجوز له أن يبيعها لشخص آخر لمدة معينة سواء علم البائع أو لم يعلم، بمثل الثمن أو أكثر كله جائز، لأن ملك شيء جائز له أن يتصرف فيه في حدود ما ملك. فإذا أراد أن يؤجر له أن يؤجر، لكن لا يجوز أن يؤجر إجارة طويلة بعد انتهاء العقد. لا حق لمن اشترى هذه المنفعة أن يبقى ولو يوما واحدا إلا برضا المؤجر، لك أراد أن يتعاقد بعد ذلك لو أن يتعاقد. وهذا هو اللي يمكن يسمى خلو جائز، نوع من أنواع الخلو الجائز، الخلو منهم هو ممنوع منهم هو جائز، هذا جائز. لكن إذا كان أراد الإنسان عندما أراد عندما انتهى عقده بعد 4 سنوات أراد أن لا يريد أن يخرج، يقول للمالك أن هذا المكان الآن اشتهر، كان محل تجاري وأصبح له قيمة ولا يمكن أن أسلمه لك بهذه البساطة وهذه السهولة، فأريد إذا أردت أن أخرج مع أن عقد انتهى يعني، إذا أردت أن أخرج يقول أعطيني 100,000، لكن المال بالباطل حرام لا يجوز له ذلك. أو يؤجره هو لشخص آخر أو لشركة لأنه اكتسب شهرة وكذا، يؤجره بإيجار كبير بعد المدة اللي هو المدة التي انتهت، هذا أيضا خلو حرام ولا يجوز. وكذلك من الخلو الحرام اللي يجوز هو تأجير الأملاك اللي هي مملوكة للجهات العامة الحكومة أو لأوقاف أو لكذا، يؤجرها لغيره بأكثر مما هو يؤجره، وهذه من طبيعتها أنها بمقتضى القانون من مكن فيها الأملاك العامة بمقتضى القوانين المعمول بها في بلاد العربية بصفة عامة ومنهم ليبيا، من مكن منها لا يجوز طرده، القانون لا يطرده بمقتضى، لو خاصمك في المحاكم لا تستطيع أن تطرده لو بقي حتى 50 سنة ما دام يدفع في الإيجار، هكذا القانون يقول. الخلو في مثل هذه العقود التي إذا تمكن فيها صاحبها لا يخرج، لا يمكن إخراجه، هذا لا يجوز أخذ الخلو فيها. وذلك الخلو في أملاك الدولة العامة مثل العمارات التي تبنيها وزارة أو مؤسسة لقطاع من الناس ينتفعون بالشقق مدة معينة ثم بعد ذلك من غير أن يتملكوها تخصيص أو إيجار، ثم بعد ذلك يتداولونها كل واحد يبيعها للثاني ب20 والثاني ب30 والآخر ب40، كل بيوعات غير جائزة، ما الخلو غير الجائز. متى يكون هذا الخلو جائز؟ إذا كان الإنسان عمل عقد تمليك، إذا كان قد عقد تمليك مع الجهة عنده صلاحية تمليك حتى لو لم يدفع الثمن ولم يكمل الثمن، مجرد عقد عمل عقد تمليك بعدك له أن يبيع بما يريد. لكن ما دام هو عقد تجار وعقد تخصيص ويخضع لهذا القانون اللي هو أن من سكن بوقت القول لا يخرج، فهذا لا يجوز أخذ الخلو فيه. فالخلو جائز في هذه الصورة اللي سأل عنها السائل، إذا كان هي من الأملاك غير العامة وإنسان يريد أن يبيع المنفعة لمدة محددة التي تعاقد عليها مع الملك لا أكثر، هذا هو الخلو الجائز. ما عدا وكذلك خلو آخر جائز، المالك إذا كان مثلاً أعد عمارة للسكن وأعد محلات تجارية وقال لإيجار مثلاً 500 دينار للمحل زائد 5,000 دينار خلو عند تسليم المفتاح، هذا جائز المالك لو نفعل هذا، لأن 5,000 اللي سماها خلو هي تعد ضمن الإيجار، كأن عقد الإيجار هو ب5,000 زائد 500 دينار في الشهر، فهذه لا حرج لأن ليس فيها أكل مال بالباطل وهي عقد صحيح. هذا غير المشكلة الأخرى هي مشكلة الأوقاف، اللي هي الأوقاف الآن اللي هي اللي يتلاعب بها الأملاك العام بصفة عامة كلها لا يجوز أخذ الخلو فيها، لكن الوقف وضعه أشد، الوقف ليس هناك جهة تحرص عليه ولا تراه ولا تتابعه
وناظر الوقف يفترض فيه أن يتابع العقود وإيجار المثل، وبحيث لا يبخس أصحاب الجهة التي هو ناظر عنهم وسؤال لا يبخس لها حقها. فإذا كان جهات تهمل ولا تتابع زي ما هو معروف الآن أملاك الوقف اللي تؤجر بمئة دينار أو بمئتين أو بخمسمائة، ثم من يؤجرها يؤجرها بثلاثة آلاف وبأربعة آلاف وبألفين وكذا، هذاك المال بالباطل لا يجوز، كله تأجير غير جائز. ذكرتم علم أو لم يعلم المالك، ماذا لو اشترط في أصل العقد ألا يؤجر المؤجر بالباطل؟ هذا الشرط مما يقال اشتراط ما لا يفيد، هل يجب الوفاء به ولا؟ عندهم قاعدة المالكية، اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ فهذا من اشتراط ما لا يفيد، يعني لو سكن هو أو سكن غيره هذا الشرط لا يترتب عليه أي فائدة. هناك شرط طبيعي فائدة كما قلت، يعني شرط أن يكون هذا سكن، فهو بيعمل دكان أو بيعمل مخزن وكذا، هذا الشرط يفيد من حقه أن ينتفع بالسكنية، وإذا غير الجهة الصور اللي ينتفع بها من حقه أن يمنعه. لكن كنا يسكن فيه محمد أو علي أو خالد بنفس الشروط الموجودة اللي هو يحافظ على كذا ومجرد سكن ومجرد كذا، فهذا من اشتراط ما لا يفيد، لا يجب الوفاء به، لو أراد أن يسكن فيها غيره يسكن فيها غيره ليس هناك كما يمنع. خلو الرجل خلو في الأملاك العامة والأوقاف سبب النهي فيها أن المدة غير محددة، يعني أخيرا تحريم أخذ الخلو في الأملاك العامة والأوقاف سبب التحريم عدم تحديد المدة، يعني لأنه هو سبب التحريم لأنه هو يبيع شيء لا يملكه أولا، لأن لما عدم تحديد المدة ماذا يترتب عليه؟ كانك عندما تبيع خلوا في أملاك الدولة ويعلم الساكن الجديد أنه لا يخرج، فكأنك بعت له مدة أنت لا تملكها، بعت له مدة عمره وأنت لا تملك الأصل، لأنك إذا أجرت لمدة سنة تملك أن تبيع انتفاع سنة، سنتين تنفع ينفع أن تبيع انتفاع سنتين، أما أن تبيع مدة غير معلومة غير متاهة فكأنك تبيع شيء لا تملكه. صلى الله عليه وسلم العقود التي يذكر فيها أنها بالإجارتين، العقود التي يذكر فيها بالإجارتين ما حقيقتها؟ هذا في ما يتعلق بالوقف، في الأوقاف لها صور كثيرة من تعميرها، لأن الأصل أن الوقف لا يجوز بيعه ولا نقل ملكيته ولا والتصرف فيه، يعني عليه قيود شديدة. لكن إذا كان الوقف مثلا هيئة الأوقاف عندها أراضي وما عندهاش كيف يعني تستغلها واسمها بأي صورة من الصور، عاجزة عنها، ويأتي شخص مثلا يقول يعني أبني فيها دكان أو وهي عندها دكاكين خربة وماش قادر على تصليحها، ويأتي شخص يتفق مع هيئة الأوقاف فتأخذ منها هيئة الأوقاف مال إما تصين به هذه الأماكن أو تبني به أماكن وتؤجر له هذه الأماكن، فهو دفع أجرتين، دفع مبلغ للتصين أو للتشييد ويدفع أجرة أخرى شهرية، ولكن يكون بطريقة معينة الأوقاف تشوف حسب المعمول به في ذاك الوقت بما يرغب هذا الذي يريد أن يستثمر، يرغبه في أن يدفع ماله ويجري. إذا كان الإيجار مثلا هو بألف في المحل هذا، هي تأجره له بمئتين لأنه دفع مال للصيانة ودفع مال لإصلاح الأرض كان أرض زراعية أو دفع مال للإنشاءات الجديدة، فهي تعطيه الأجرة المخفضة هذه، وتكون عنده أسبقية، أحيانا تعضع له سنين معينة 10 20 30، أحيانا يكون له أجل بقدر ما يخلص دينه فقط لأعطاه، أحيانا يكون لمدة طويلة حتى يورث عنه زي ما هو موجود الآن في سوق الرباع وفي مناطق من طرابلس موروثة. هيئة الأوقاف ذاك الوقت كانت محتاجة لو تجد يعني تعطي بأي تسهيل بأي صورة،
فأعطتهم شروطا حتى يورثوها لمن أتى بعدهم. فهذا معنى يعني ذي الإجارتين، يعني كانوا يدفع مرتين، يدفع مرة للإنشاء والتصليح ويدفع بعدها إجارة مستمرة حسب التعاقد. في بعض الشركات تجعل لموظف ال هنا ربما ما عادش ننتهي من الأسئلة هذه، ساعة كم الآن؟ انتهى الوقت إن شاء الله. مرة أخرى نرفق بأنفسنا إلى الأمام إن شاء الله. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.